طيب اذا كان ده حصل مع سيادة الرئيس النهاردة في هذا اللقاء، ده مش هو فقط لغير الزيارة، الزيارة ايضا حصلت بقى منتدى الاعمال المصري الاسباني بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومع رئيس الوزراء الاسباني، واعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين مصر واسبانيا وتدشين مجلس اعمال مصري اسباني. باصبح عندنا دلوقتي لجنة وزارية ومجلس اعمال مصري اسباني ومذكرتين للتفاهم في مجالات الثقافة والرياضة، تعاون مشترك كبير جدا. خلينا نسمع رئيس الوزراء جزء من كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الأسباني الذي تم أو انعقد اليوم. وإنه لمن دواعي سروري أن أفتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الأسباني برفقة رئيس الحكومة الأسبانية، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المختلفة، بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين. كما يسعدني أن أتحدث أمام هذا الجمع المتميز من شركائنا في التنمية من ممثلي القطاع الخاص الأسباني والمصري، وأود هنا أن أعرب عن تقديري للجهود التي بذلها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تنظيم هذا المنتدى اليوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الأسبانية بالقاهرة. سيدات والسادة، إنني على اقتناع تام بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين يجب أن تقوم على اطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والأسبانية بدور أساسي في تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة. كما أدرك أن ثمة مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سبل توطيد وتطوير هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية. وفي هذا الصدد فإنني أرحب باتفاقنا مع دولة رئيس حكومة أسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو، سيكون لها بالتأكيد أبلغ الأثر في إعطاء دفعة قوية للشركات الأسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لأفاق جديدة تسهم في جهود التنمية المصرية التي تمضي في طريقها المحدد وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة على أرض مصر.